بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية طبخ اللوف؟ اللوف هو نبات بري ينبت في الجبال، وهذا من فلسطين. له الأوراق العريضة هذه، وله السيقان هذه التي يجب أن تزال قبل الطبخ، تزال نهائيا من الورق، ثم يغسل جيدا ويقطع تقطيعا ناعما كما يظهر في الصورة هنا. بعدها يقطع البصل ويوضع على النار في طنجرة في زيت زيتون، تكون كمية زيت الزيتون وفيرة، ويقلب فيها حتى يذبل. بعد ذلك يضاف الفول المقطع، يضاف هذا اللوف المقطع إلى البصل في الطنجرة، ويترك فيها لمدة 20 دقيقة تقريبا مع التقليب حتى ينضج. لا ينصح أبدا بتغطية الطنجرة حتى يبقى ورق اللوف كما هو أخضر، لكن إذا غطيت الورق، إذا غطيت الطنجرة، فإن لون الطبيخ سوف يصبح أسود، فينصح بعدم تغطية الطنجرة، فينصح بالتقليب حتى تبقى لون الورقة خضراء. يضاف لها الملح ويضاف زيت الزيتون بوفرة حتى يصبح مذاقه لذيذ. تأخذ عملية الطبخ من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة حسب الكمية التي توضع في الطنجرة والمرطبة. وصحتين وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.